حياتي انا طالب في كليه حقوق عموما، لاول مره في حياتي اشوف طقم نيابه كامل بيجي الاسم بيحقق في الاسم. رئيس النيابه قاعد في مكتب المامور، وكلاء النيابه قاعدين في مكتب رئيس المباحث، ووكيل النيابه انا كان شعري طويل ودقني طويله شويه، فوكيل النيابه بيحقق بالشكل يعني بالشبه. انت اولترس؟ لا انا مش اولترس. طب انت اشتراكين ثوريين؟ لا انا مش اشتراكين ثوريين. فهو بيحاول يظبط التهمه على حسب الشكل، وده برده من ضمن الحاجات المضحكه شويه. فانا كانت صدمتي في النيابه العامه صدمه رهيبه للاسف. ما كنتش اتخيل تماما ان النيابه العامه هتقف مع يعني السلطه القضائيه، هتقف مع السلطه التنفيذيه وضد يعني ضد اي حد متهم، وده منافي تماما لواجبات السلطه القضائيه. بعد كده رحنا زي ما قال كريم قبل كده ان احنا رحنا معسكر قوات امن اكتوبر في الكيلو 10:30. زي ما قال الدكتور قبلي كان في دكاتره الجامعه هناك. انا تشرفت ان انا قابلت الدكتور ياسر الصرفي في المعسكر، وتشرفت ان انا قابلت كمان دكتور محمد صلاح. المحزن في الامر ان احنا كنا بننام قدام الحمام من ضيق المكان هناك، فكان قمه الاهانه وقمه عدم احترام الادميه ان كان في مثلا اكتر من 65 واحد بيناموا في اوضه 3 في 4. كان حاجه بشعه جدا. بعد كده رحنا سجن وادي النطرون، اتعمل معانا فوق الصح زي ما بيقولوا، اهانه، تعذيب، تضييق في الزيارات، يعني تعيين ما بيتاكلش، شتيمه من المخبرين، رئيس المباحث ومأمور السجن بيتعسفوا في كل انواع التعسف، مفيش حد بيحاول يقابل الدكتور لما بيعيا، لازم زي ما كريم قال لازم تخبط على الباب، وانتوا قضاء وقدر، وانتوا ناس مسلمين لازم تؤمنوا بالقضاء والقدر، ومحدش بيموت ناقص عمر. معامله قذره جدا للجنائيين، ودي كانت حاجه مأثره فينا نفسيا يعني، على الرغم ان هم مذنبين او 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 ايا ما كانوا واخدين احكام، فكان بيتم معاملتهم بطريقه مهينه جدا.